حلاوة رمضان. مشاهدينا مرحبا بكم اليوم معنا في هذا العدد الجديد من حصتكم حلاوة رمضان. حلاوة رمضان هذه الحلقة جبت لكم ان جاتو تري سبيسيال تراديسيونيل اللي نحبوه بزاف، هو تزيريات. تزيريات كيفاش نعرفوهم ابيتويلمون، نقرصوهم بيدينا. اليوم انا حنوري لكم دو فاصون ديفيرونت كيفاش نبريزونتيهم تزيريات. تبعوا معايا مباشرة المقادير. حلاوة رمضان. هنا عندي 250 غرام تاع لا مارغارين، اون بانسي دو سيل، 100 غرام مارغارين تاع الفويتاج، حبه بيض والماء والماء زهر باش نلم لاباط تاعي. وهنا عندي العقده اللي حندير بها التزيريات، نديرو فيها 3 كيلات لوز يكون مرحي رقيق، وكيلة سكر، ونعاودو نجوزوهم في الروبو، نزيدو نرحيوهم تري بيان، نديرو لهم لو زيست دو سيترون ونلموهم بحبه بيض. هذه هي بالنسبه للعقده. نمروا مباشره نبداو نوجدو لاباط تاعنا. جو في بروندر ان ريسيبيون، فوالا، نحط لا فارين تاعي، قلنا هنا 500 غرام، ندير لها اون بانسي دو سيل باش لاباط تاعي ما تجيش صامطة. هنا نحط لا مارغارين، لازم تكون ا تمبيراتور امبيونت، ونخلط هذاك لو بور مع لا فارين. نزيد نحط الحبه تاع البيض تاعي ونبدا نلم لاباط تاعي هنايا بالماء والماء زهر. وشنو لاباط لازم ما تجروهاش بزاف، لازم مع الاول تكون شويه يابسه، ومن بعد نقعدو نعجنو فيها حتى تطرى غلب العجين. اون ميم طون لاباط تاعنا لازم تروبوزي تري بيان باش تتحل لنا فاسيلمون في لا ماشين، باش هكا لاباط تكون بيان فين. هنا لاباط تاعي راهي تعجنت، نخليها تريح ونتلاقاو بعد الفاصل باش نبداو نشكلو في التزيريات تاعنا. رمضان. رانا ولينا مشاهدينا، دوكا نبداو نشكلو في التزيريات تاوعنا. هنا خليت لاباط تاعي كيما قلت لكم ريحت مليح، حليتها بالحلال، درت دو روبون هكا. دوكا نبدا نحل في الماشينه، نجوزهم لا بروميير فوا في الدو، ومن بعد لا دوزيام فوا في الكات، ومن بعد نديرهم في السيت. فوالا نبدا ندير هكا رابيدمون. دو بريفيرونس تخدموا بلا مايزينا، فوالا، ونعاود نجوزها في لا ماشين. قلنا نزيدو نجوزوها في الكاتر هكذا. دو سيت فاصون نزيد ندير لها شويه مايزينا. دوكا نزيدو نجوزوها في السيت، فوالا، اي سي لا ديرنيير ايتاب هنا تاع الحلان تاع العجينه. فوالا شوفوا لو روبون كيفاش راهو يطوال. فوالا ان امبورت بيس ا بو بري لي يمشي مع المول تاعي. جو في بروندر هذا لو نيميرو 80 ونبدا نطبع. هنا نطبع ندير 5 حبات ا بو بري، غير جوست باش نوريكم. فوالا ها هو لو رون تاعي، نحطو داخل المول، نسبق لي زيكستريميتي بلا ما نعبز كيما راكو تشوفوا هنايا، ومن بعد نسقم تري بيان لداخل هذاك لو رون، نطلعو على حساب لو مول. درت هنا لا فارس هذيك اللي درتها من قبل، درت دي بول تاع ا بو بري 35 غرام، نحطهم هنايا واليد دون كويير، نجيب اون كويير نعطي لها ان موتيف، نحبط شويه لو مول تاعي باردون العقده تاعي، وندير ان موتيف هكا يكون بلا كويير جوست في السنتر، نزيد له حبه لوز هكا حتى نكمل لو ريست ديالي. maintenant ندورو نجوزو نشوفو لو دوزيام موديل تاعنا.
هذا حنقرصوه بيدنا. الوغ تحطوا هكا لي بول تاوعكم او ميليو، لازم يكونوا بيان في الوسط. ومن بعد شوفوني مليح كيفاش راني رايحه ندير لهم. نبدا هكا نقرص فيهم، نحبط شويه لابول، نبدا نقرص فيهم هكا دو سيت مانيير وندور كيما راكو تشوفوا. فوالا. ومن بعد ندير لهم هكا بيدي، نطلعهم شويه، نحبطوا بلوس الوسط باسكو علاه البيض تو كي ينتفخ في العقده ويطلعوا شويه زياده في الوسط هكا باش يجوا كيف كيف كل طرف كي الوسط. نحلها هكا بصبعي، هادو نطيبوهم هكا حتى مور لي طيبو باش نحطوا لي فروي سيك فيهم من الفوق، مور لي نكونوا عسلناهم. كيما راكو تشوفوا راني كملت الفاصوناج تاع الزيريات ديالي، دركا ندخلوهم للفوغ ا تمبيراتور 180 دوغري بوندون 10 مينوت. لازم لاباط طيب مي ما تحمرش. من بعد نخرجوهم للفوغ ونبداو نعسلو فيهم. وشنو بعد الفاصل؟ حلاوة رمضان. رانا ولينا مشاهدينا باش نعسلو الزيريات تاوعنا. بعد ما خرجتهم من الفوق كيما كنت تشوفوا الزيريات تاع لي فخوي ساك خليتهم بيوضه ما حمرتش بزاف لاباط، والزيريات تاع لي مول حمرتهم شويه باش يعطوا اون بيل كولور دوغي من الفوق. لازم يكونوا فريمون سخونين، نغطسوهم في العسل اللي نجروه مليح بالماء زهر هكا. نبدا نغطس فيهم بالوحده ونخليهم يقعدوا شويه، ما مليح يتقبهم من تحت بالكوردون باش هكا يدخل العسل مليح. خلوهم يقعدوا، نقولوا هكا دير انا ربعه، خليهم يقعدوا واحد ابوبري 5 مينوت يقعدوا باش يشربوا تري بيان العسل. ومن بعد نبداو نصفيو فيهم. حلاوه رمضان. اون اتوندون نخليهم يقعدوا في العسل، انا توك نبدا نديكوري لي فروي ساك نحطهم من الفوق. بعد ما تكونوا حمصتوهم شويه في الفوغ حطوهم هنايا، ومن بعد عطوا لهم الشكل اللي حبيتو هكا. ديروا انا سورتيمون قد ما تكون لا فاريتي تاع لي فروي ساك، لو غاتو تاعكم يخرج شباب خير. هنا حنحط شويه جوز، شويه لوز، شويه نوات كاجو و ان بو دو نوازيت. وباش يعطي لهم اون بيل كولور نحط ان بو دو بيستاش. البيستاش كي دخل لا كولور فيرت فيهم يجو شابين. كيما راكو تشوفوا رانا كملنا التعسال تاع الزيريات تاوعنا. نتلاقاو ان شاء الله بعد الفاصل باش نشوفوا حلوتنا كيفاش خرجت. حلاوه رمضان. مشاهدينا كيما راكو تشوفوا الزيريات تاوعنا راهم واجدين. ان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله مع وصفه جديده وحلاوه جديده. الى اللقاء.